أهلا وسهلا مرة أخرى بالجميع، وسعيدة جدا جدا بلقائكم مجددا وإن كان افتراضيا، وتحياتي من المغرب. فاليوم سنقوم أنا ونانور وعادل بالحديث عن مشروع موضوعاتي لمجموعة ويكي التراث العالمي، وهو مشروع وين دينجر، أي التراث العالمي في خطر. لكن في هذا التقديم لن نتطرق فقط إلى تفاصيل المشروع ونتائجه الكمية، بل سنتطرق وسنركز على كيفية تطبيق المشروع في دول ليس بها مجتمعات ويكيميديا مسبقة. فعرضنا اليوم سيكون تعزيز المحتوى حول التراث العالمي عبر هذا المشروع، وكذلك خلق مجتمعات جديدة. بداية سنبدأ بنبذة عن المشروع. ما هو وين دينجر؟ وقبل أن نبدأ عن الحديث عن المشروع، سنتكلم عن مجموعة ويكي التراث العالمي ونعطي تعريفا بسيطا بها. ويكي التراث العالمي أو ويكي وورلد هيريتج يوزر جروب هي مجموعة موضوعاتية تمت المصادقة عليها في أكتوبر 2020، أي نحن اليوم نحتفل بعيد ميلادنا الأول. وهدفنا هو تقوية المحتوى وتعزيزه حول مواقع التراث العالمي، وكذلك التراث العالمي اللامادي، وبالإضافة لذلك تقوية الويكيميديين من مهارات ومن زيادة عدد متطوعين. وفي ظرف سنة استطعنا تحقيق الإنجازات التالية، لأن لدينا أكثر من 30 عضوا فعالا إناثا وذكورا من أكثر من 25 دولة. قمنا بإنجاز أو بداية ثلاث مشاريع موضوعاتية استطعنا من خلالها تغطية أكثر من 10 دول. وفي إطار هذه المشاريع قمنا بأربع تعاونات داخل حركة ويكيميديا مع مجموعات مستخدمين مختلفة، سواء في العالم العربي أو في مناطق أخرى، وكذلك خمس شراكات مع منظمات خارج مجتمع ويكيميديا. وكذلك في إطار عملنا قمنا ببرنامجين تدريبيين لتقوية مهارات سواء أعضاء الفريق المجموعة أو شركائنا. فبالنسبة للتراث العالمي في خطر، أولاً التراث العالمي في خطر هي مجموعة مواقع تعرضت لخطر أو لإمكانية الخطر عبر مجموعة من العوامل، مثل الحروب والنزاعات المسلحة، مشاكل في التدبير وسوء استخدام، وكذلك المشاكل المناخية والطبيعية. ففي العالم العربي هنالك مجموعة من المواقع مسجلة من طرف اليونسكو على لائحة الخطر، وهي متواجدة في اليمن، في ليبيا، في سوريا، في فلسطين، وفي مصر. وبالنسبة للمشروع، فهو يهدف إلى التعريف والتوعية بمواقع التراث العالمي المسجلة من طرف اليونسكو على لائحة الخطر، وبالإضافة إلى ذلك إدماج الشباب المحلي في توثيق هذا التراث. لا نريد أن نقوم نحن بتوثيق التراث في ليبيا، في اليمن، في غينيا وفي مناطق أخرى، بل نريد الشباب هذه الدول هو من يقوم بتوثيق تراثه المحلي. وبالإضافة إلى ذلك صنع محتوى شامل، بحيث نقدم مجموعة من الأشكال وكيفية إيصال المحتوى إلى أودينس المشروع. فلذلك قمنا بعمل مجموعة من الأنشطة المتكاملة. أولاً إطلاق مسابقات تصوير عبر نسخ وطنية، وهي مسابقة تصوير شبيهة بويكي تهوى المعالم أو ويكي تهوى الأرض، مع كونها أكثر تخصصاً في موضوع المسابقة. وكذلك قمنا بإطلاق جوائز خاصة في ويكي تهوى المعالم وويكي تهوى الأرض بالنسبة للبلدان التي تقوم أصلاً بتنظيمها. ثم لدينا تنظيم ورشات تحريرية، وقد حرصنا على تنظيم على الأقل ورشة واحدة في اليوم العالمي للسلام، وهو 21 سبتمبر الماضي، وذلك لجعل المشروع أكثر رمزية. وقد قمنا بتطبيق هذه الورشة في ليبيا، حيث أن جميع المواقع الليبية كانت مصنفة في لائحة الخطر بسبب النزاع المسلح. وتتضمن هذه الورشة مناقشات حول التراث العالمي، تعريف المشاركين بما هو التراث العالمي، بالإضافة إلى كتابة وتطوير المقالات على ويكيبيديا. فكرنا كذلك في إضافة محتوى لا يمكن للمقالات أو البيانات احتواؤه، وهو الشهادات الحية للعاملين والمختصين في مجال التراث في هذه البلدان. فحين يمكننا قراءة تاريخ هذه المواقع
ولماذا صنفت على لائحة الخطر وجميع المعلومات العلمية والتاريخية والهندسية حولها لا يمكننا الولوج في المقالات إلى النظرة الإنسانية والعلاقة الإنسانية التي تربط الشخص المختص في مجال التراث بتلك المواقع، وما هي يعني التحديات التي واجهها في العمل حول التراث في إطار ظروف خاصة مثل النزاع المسلح. لذلك فكرنا في تجميع فيديوهات فيها شهادات حية للمختصين في مجال التراث ونقوم بتحميلها على موقع ويكيميديا كومنز لتكون محتوى مكملا للمحتوى الموجود في المقالات. وأخيرا من أجل السماح بالولوج إلى جميع هذا المحتوى مرة واحدة، سنقوم حاليا بإنشاء موقع تفاعلي سيمكن من الولوج إلى المقالات المكتوبة، إلى صفحات صور على كومنز، وكذلك إلى مختلف الخطوط الزمنية والخرائط التفاعلية التي يمكن إنتاجها من موقع ويكي بيانات. فالتغطية الجغرافية للمشروع في سنة 2021، حاليا قمنا بتنفيذ المشروع في مجموعة من الدول من بينها دولتان عربيتان هما ليبيا واليمن، وسنقوم في السنة المقبلة بإكمال التغطية الجغرافية للمشروع لتشمل جميع الدول وهي 34 دولة. ومن بين الدول التي اشتغلنا عليها خارج نطاق المنطقة العربية نجد إندونيسيا، غينيا كوناكري وتنزانيا، وكذلك أفغانستان، بالإضافة بكل تأكيد إلى ليبيا واليمن واللذين سنتطرق إلى تجربتنا فيهما بالتفصيل. في تنفيذ هذا المشروع كان لدينا تحدي أكبر واستطعنا أن نجد حلاً له. التحدي هو غياب المجتمعات الويكيميديا بما فيها مجموعات المستخدمين أو مجموعات غير يعني not structured في كل من ليبيا واليمن. فعندما أردنا تنفيذ وين دنجر في هذه الدول، وخصوصاً أنها دول تتسم بضرورة الإسراع بتغطية هذه المواقع، اكتشفنا أنه لا يوجد قاعدة، لا توجد قاعدة ويكيميديا في الدولتين، لا توجد مجموعات مستخدمين، لا توجد جمعيات أو منظمات قامت بالتعاون مسبقاً مع ويكيميديا، أغلبية الشباب ليس لديهم وعي مسبق بما يوجد خلف كواليس ويكيبيديا أو بما يعنيه مجتمع ويكيميديا، وبالتالي في البداية لم يكن ممكناً أن نقوم بتحقيق هدفنا الأول وهو جعل الشباب اليمني والليبي يوثق تراثه بنفسه على ويكيبيديا والمشاريع الشقيقة. لكننا استطعنا إيجاد حل وهو الشراكة مع منظمات محلية في هذه البلدان. فهدفنا الأساسي هو صناعة المحتوى الحر حول هذه المواقع، و يعني ما تقوم بالعمل عليه مجموعتنا هو صناعة المحتوى حول التراث على الصعيد العالمي، بينما المنظمات المحلية المهتمة بالتراث تقوم بالعمل على حماية التراث محلياً، وبالتالي فإن أهدافنا تتقاطع شيئاً ما، لأن التعريف بالتراث وجعله يصل إلى الناس هو أول خطوة لحمايته، لأن خلق علاقة جميلة وودية وعلاقة حب وانتماء إلى تلك المواقع تجعل الزائرين يتصرفون معها باحترام ويدافعون عليها وينخرطون في كل مبادرة للنهوض بها وللدفاع عنها. لذلك قمنا بالبحث عن منظمات محلية نستطيع من خلال الشراكة معها تحقيق هذه الأهداف. وكيف كانت مقاربتنا في الشراكات؟ أولاً كان لابد القيام بالتقصي، وذلك عن طريق البحث عن منظمات أولاً محلية وليست موجودة في بلدان أخرى وتعمل فقط على تلك البلدان، فكانت منظمات محلية تعمل بشكل مباشر في الميدان، وبالإضافة إلى عملها عن التراث كان لازماً وضرورياً ألا نتشارك مع منظمات موجهة فقط للمختصين وللعاملين يعني بشكل أكاديمي أو بروفيشنال، بل منظمات لديها ارتباط وثيق بالشباب وبتطوير قدرات الشباب وبتأطيرهم. وبالإضافة إلى ذلك أعتذر، هل تستطيعون رؤية التقديم أو لا؟ نعم، لكن السلايدات هي بالسلايد الأول.
أضغطي على الكأس من الأسفل للشمال. فين نضغط باش يقدروا يدانوا؟ الأسفل، في الأسفل على اليمين، في رسمة كأس أمام ناقص، علامة ناقص ستجدنا أيقونة فاضغطي عليها فقط. هل هي أيقونة في الديابوراما أو في؟ لا لا لا، في الأسفل، في الأسفل، في الأسفل، في الأسفل تماما على اليسار، تجدين أين نضع زوم ناقص وزيد. أمام ناقص كاين علامة ضغط عليها لقيت زائد. لا لا، زائد من بعد ناقص، أمامها أيقونة ناقص، علامة ناقص في الأسفل. نعم هذه. نعم ممتاز. ممتاز. والآن هل تستطيعون رؤية الصفحة؟ نحل مشكل أو لا؟ أظن أنه يجب إعادة. سأقوم بإنهاء المشاركة. نعم. ثم الإعادة. أوكي ممتاز. أعتذر على هذا المشكل. والآن عادل؟ أعتقد أنه يجب القيام بالعملية قبل 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 الشيرينج، يعني تخرجي تقومي بهذه العملية ثم إعادة الشيرينج. لأن المشكل هو عندما أقوم بالشيرينج فإنه يأخذ يأخذ الصورة كاملة فلا أستطيع الرجوع. أظن أنه من الأحسن تركها هكذا. أظن نص مقرؤ صحيح؟ نعم نعم جيد، النص مقرؤ يمكن. نعم ممتاز. فسنعود للحديث عن مقاربة المجموعة في إرساء الشراكات. أولا كما قلت كان ضروريا أن نقوم بالتقصي، وذلك لإيجاد منظمات أولا محلية يعني موجودة في البلد تعمل بشكل مباشر في الميدان حول المواقع التراثية سواء مصنفة تراث عالمي أو مواقع أخرى، وأن يكون لديها ارتباط وثيق بالشباب المحلي وبتطوير قدراتهم وتأطير متطوعين الشباب، لأنه بالفعل هناك العديد من المنظمات التي تعنى بالتراث لكنها تكون مقتصرة فقط على العاملين بشكل رسمي وعلى المختصين، لكن هدفنا في المجموعة كان الوصول إلى الشباب الذي يأتي من يعني من backgrounds مختلفة، وليس فقط شباب يعمل أو يدرس في مجال العمارة والتراث. فبعد التقصي وإيجاد هذه المنظمات كان لابد من إشراكها بطريقة فاعلة وإيجابية. الهدف لم يكن فقط عرض فكرة المشروع وتركها هكذا، بل تقديم جميع التفاصيل حول المشروع منذ البداية وأهدافه بشكل مفصل ودقيق، وأن نعطيها جميع جوانب وحيثيات المشروع حتى الحيثيات والجوانب التي لن تقوم هي على صعيدها المحلي بالمشاركة فيها. مثلا سنقوم بصناعة وإنشاء موقع تفاعلي، هذا الموقع لن تقوم المنظمة الشريكة بالمشاركة في تطويره وإنشائه، بل هي فقط ستقوم بتأطير المتطوعين الشباب لخلق المحتوى على الصعيد المحلي. لكن كان من الضروري وارتأينا أنه من الواجب أن نطلعها على جميع هذه الجوانب بما فيها إنشاء الموقع التفاعلي، حتى نجعل المؤسسة الشريكة تتبنى المشروع بدلا من أن تكون فقط مساعدة في أجزاء منه. كان المشروع في البداية مشروع مجموعة ويك التراث العالمي، لكن بعد الشراكات أصبح مشروعاً ينتمي لمجموعة من المنظمات المحلية في هذه البلدان. وقد كان ضرورياً جعل المنظمة تحس بتبنيها للمشروع حتى يكون عطاؤها يعني بلا حدود، ويكون يعني التزامها وطريقة تنفيذها للمشروع تنبع من كونها تحس بأنه مشروعها. وفعلاً
بهذه الطريقة استطعنا أن نجعل المنظمات المحلية تساهم ليس فقط في تنفيذ المشروع بل في تطويره عبر يعني إعطاء رأيها في كيفية تنفيذ مجموعة من الأنشطة، اقتراح يعني أنشطة أخرى، وكذلك اقتراح طرق جديدة للوصول إلى المتطوعين وما إلى ذلك. وقد كان شريكنا في ليبيا هي منظمة سين للثقافة والتراث، وفي اليمن كان شريكنا هو منظمة انسجام للتنمية المستدامة، وهي الاثنان هما جمعيتان تعملان على ربط صلة بين الشباب المحلي وبين تراثه، سواء كان تراث مادي أو لا مادي. وبالإضافة إلى جعل شركائنا يعني المستقبليين يتبنون المشروع ويفهمونه بشكل يعني بالتفصيل، كان لابد أن نفكر مسبقاً في المهام، كيف ستكون مهام مجموعة ويك التراث العالمي، وما هي مهام يعني الشريك المحلي بالتفصيل، مع تحديد الجداول الزمنية والنتائج المرتجات في كل مرحلة مع عدم إغفال أي تفصيل، لأنه من الضروري من أجل شراكة ناجحة أن يكون كل أن تكون جميع المهام وجميع التفاصيل واضحة بشكل يعني مطلق للشريكين. وأخيرا بعد يعني بعد الاتفاق على الشراكة، وبعد أن تم شرح المهام بالتفصيل، وبعد أن كان الشركاء المحليون على دراية بالمشروع وبماذا سيفعلون ومتى سيفعلون ذلك، كان لابد من المواكبة. ارتأينا أنه لا يكفي فقط أن نقوم بتوزيع المهام ونتوقف هنا، لا، بل أن نواكب الشركاء المحليين بشكل مستمر، وأن يكون التواصل مستمراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر اجتماعات ليست بالضرورة دورية متفق على تاريخها مسبقاً، بل أن نكون متواجدين متى ما احتاجوا إلينا، حتى في المهام التي تندرج حصرياً تحت مسؤوليتهم. إذا أردنا إنجاح المشروع فلا بد أن نقدم للشريك الدعم الكافي حتى يستطيع تطبيقه بشكل ليس فقط ناجح بل بشكل ممتاز، وأن تكون له نتائج على المدى الطويل وليس فقط النتائج يعني المباشرة والتي تتجلى في إضافة صور أو تطوير مجموعة من المقالات، بل كان هدفنا عبر هذا المشروع ليس فقط هو إضافة المحتوى لحظياً، بل تحميس وتشجيع سواء المنظمات أو المشاركين ليستمروا على ويكيبيديا وعلى المشاريع الشقيقة. وهذا ما سنتكلم عنه في الفقرة في هذه الفقرة، وهو استقطاب واستبقاء المتطوعين. كما قلنا، عدم وجود ويكيميديين في هذه الدول هو تحدي كبير جدا، لأن أولا ليس هنالك فهم كلي وفعلي لما هي حركة ويكيميديا، ما هي المشاريع، ما هو الترخيص الحر، كيفية المشاركة على مشاريع ويكيميديا. ربما نحن كويكيميديين نجد من السهل جدا تحميل صورة على كومنز، لكن بالنسبة لشخص يكتشف مشاريع ويكيميديا لأول مرة، حتى تحميل الصورة وما هي الخانات التي يجب ملؤها وما هو الترخيص الحر سيشكل تحديا وعائقا بالنسبة له، مما سيقوم بتنفير مجموعة من الناس من المشاركة. لذلك في مسابقة التصوير ارتأينا التركيز على الدعاية، وليس فقط الدعاية بشكلها الكلاسيكي عبر إعلام الناس عن وجود مسابقة التصوير وها هي الجوائز وها هي الفترة الزمنية وما إلى ذلك، لا، كان يجب أن نقوم بالدعاية المبادرة. والدعاية المبادرة يعني بدلا من أن ننتظر المصورين أن يقوموا برؤية دعايتنا ويأتوهم للمشاركة، قررنا أن نقوم نحن بالذهاب إلى المصورين، نحن من سنطرق بابهم واحدا واحدا ونقوم بدعوتهم للمشاركة، وكذلك بالشرح بالتفصيل حول كيفية المشاركة. لذلك قمنا أولا بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها إنستغرام، ولم نقم فقط بإشهار النسخ المحلية، ستكون مسابقة ويندنجر في ليبيا أو إنشاء محتوى لكل موقع على حدة وليس لكل دولة، وحرصنا على أن تكون اللغات المستعملة هي اللغات الأكثر استعمالاً في البلد. ففي ليبيا واليمن مثلاً استعملنا العربية والإنجليزية،
في نسخة أفغانستان حرصنا على ترجمة جميع المحتوى إلى الباشتو والداري وهي اللغات المحلية في أفغانستان، وقمنا بنشر محتوى كل موقع على حدة مع جعل الدعاية تستهدف فقط الساكنة المحلية لذلك الموقع. بالإضافة إلى ذلك قمنا بالتواجد تقريباً 24 ساعة على 24 ساعة في الرسائل الخاصة، بحيث نستقبل يومياً تقريباً 10 إلى 20 رسالة من شباب من هذه الدول يسألون عن كيفية المشاركة في المسابقات، وتكون حاولنا أن تكون الإجابة يعني في الوقت ذاته، بحيث نقوم بمواكبتهم في كيفية إنشاء اسم المستخدم، في شرح ما هو الترخيص الحر، يعني ما ستكون حقوق هذا المشارك، وما هي الأشياء التي يعني الحقوق التي سيتخلى عنها، وما هي الحقوق المضمونة له. وحرصنا على شرح هذا بالتفصيل لكل مشارك بلغته التي يستخدمها سواء العربية أو الإنجليزية، مع محاولة التقرب من المشاركين بالحديث نوعا ما بلهجتهم المحلية، حيث استفدنا جدا من شركائنا المحليين في فهم و يعني التعرف على مصطلحات ليبية أو يمنية جديدة، وذلك للتقرب أكثر من المشاركين. وكذلك قمنا بإنشاء كبسولات فيديو فيها بالتفصيل كيفية التسجيل على ويكيميديا كومنز، كيفية إضافة الصور، ما هي الخانات التي يجب ملؤها وما إلى ذلك. وعن طريق هذه الدعاية المبادرة استطعنا إلى الآن الوصول إلى عدد لا بأس به من الصور، يعني مع العلم أن كما قلنا هذه الدول لا وجود فيها لمجتمعات ويكيميديا مسبقة، واستطعنا بالإضافة إلى ذلك وهذا هو الأهم أن نجعل مجموعة كبيرة من الشباب في هذه الدول يفهمون أن هناك وراء ويكيبيديا الموسوعة التي يستخدمونها أحياناً للبحث الأكاديمي فيما يخص دراستهم، أن وراءها هنالك شبكة من المتطوعين، من المشاريع، من المبادرات وما إلى ذلك. وحتى لو لم يقم بعضهم بالمشاركة الآن في المسابقة، على الأقل سيعرفون أن هناك إمكانية تحليل الصور فيما بعد، وسيشجعهم هذا على المشاركة في هذه المشاريع. بالإضافة إلى مسابقات التصوير، كان لدينا التحدي في ورشات التحرير، فكما نعلم جميعاً الكتابة في ويكيبيديا للمرة الأولى تكون صعبة. معرفة قوانين ويكيبيديا وما هو المحتوى الذي يجب أن يكون في ويكيبيديا يكون صعباً، لكن التأطير هو المفتاح لجعل هذا كله يمر بسلاسة وسهولة لدى المستخدمين والمتطوعين الجدد. وسأترك زميلتي نانور للحديث عن ما قمنا به في ورشات التحرير، إن شاء الله يعني أن نستطيع استبقاء المتطوعين من هذين البلدين. مرحبا وشكرا نسيمة. ورشات التحرير اللي بدأناها بالبلدين هن ليبيا، وخلصنا المرحلة نحن بيوم الإديتاثون المشاركة بانتهاء تدريب المدربين وبالمشاركين. والمرحلة الثانية هي كانت حالياً واللي نستمرين فيها نحن باليمن. مثل ما ذكرت نسيمة أن الفكرة هي ليست ورشة تدريبية عادية، ممكن نحن بالفيديوهات المتوفرة عنا بالويكيبيديا أن تعلم التحرير المرئي، تعلم التحرير المصدري، لكن الفكرة هي التركيز اللي على الأفراد كيف أنهم يساهموا هنن بصنع محتوى بلدهم، وبنفس الوقت أن يكون لهم دور بهالحركة ويكيميديا. يعني نحن بورشات التحرير المشروع أماكن التراث العالمي المعرضة للخطر هي تربط كفين مع بعض، اللي هي حركة ويكيميديا وهدفها بالمعرفة الحرة، والمناطق اللي بتعاني من هالنقص اللي عندها هذا التراث ومهددة هي بالخطر، لكن
ما موجود هالمحتوى بويكيميديا ومشاريع من ويكيبيديا وغيرها. وبنفس الوقت هالمنطقة ما بتعرف شي عن هي عن حركة ويكيبيديا، انه كيف هي تساهم، كيف هي توثق عن مواقعها، لانه اصلا هي مواقع متعرضة للخطر للأسف. ف على أمل أنه نقدر نحن نحميها بطريقة التوثيق وتسليط الضوء على أهميتها. فهذه الورشات بدأت بطريق التدريب للمدربين. فالفكرة كانت أن القائمين على المشروع أن نحن نخلي المساهمين مثل ما ذكرت من قبل نسيمة أنهم يحسوا حالهم جزء من المسؤولية أكثر، ليس فقط أنه يتعلموا كيف بدهم يحرروا على ويكيبيديا أو كيف يحرروا صور، لا، أنتوا جزء من المسؤولية لتوثقوا تراث البلد بلدكم. فبهالطريقة كانت أولاً تدريب المدربين، عدد من الجلسات يعني فينا نقول 4 جلسات كانت، والخمسة كانت تدريبية، ممكن قسم منها بالطريقة الكلاسيكية بالتعرف على ركائز ويكيبيديا، كيف السياسات المطلوبة من ملحوظية مصادر موثوقة، وبالتدريب على خطوات للتحرير المرئي. اللي حصلنا عليه نحن خلال 5 جلسات انه كان عندنا عدد، عم بحكي هلا نحن بليبيا، والمثال عم يطبق نفسه في اليمن. اللي حصلنا عليه نحن بليبيا انه ب5 جلسات وبتواجد دائم عبر الشات، وطبعا بتفاعل من الكبير وشغل كبير من الشريك اللي هي منظمة سين، واهتمام كبير من المشاركين، لأنه كانت إحساس أنه فرصة أنه هن يشاركوا بتراثهم ومساهماتهم بموسوعة ويكيبيديا. فخلقنا أو أنشأنا نحن كادر صغير بفترة قصيرة ممكن نحن نعتمد عليها لأهن أنه يدربوا المشاركين بيوم الإديتاسون. فتبادل المسؤوليات، الثقة بالمشاركين والمدربين، عطى تقل كبير لأنه يكون النتائج يعني جميلة جدا من مساهمات واستمرارية حتى بعد ما خلصنا نحن من مرحلة تدريب المدربين ويوم الإديتاسون. النقطة اللي أنا حابة أحكي عنها أنه مو كل بلد، ليس كل بلد لديها نفس الظروف. صحيح أننا مشتركين بأن مواقع التراث المعرضة للخطر للأسف، عم بحكي عن ليبيا واليمن، لكن مثلا ظروف يمن تختلف عن ظروف ليبيا سوء الانترنت. فنحن ما اكثر من جلسة تأجلت او التغت لانه المشاركين ما كان فيهم يتواصلوا معنا. فلازم انه ندرس الظروف المناسبة اللي عم تقوم فيها هلا مشروع ويكي ان دانجر، وورد ان دانجر، انه بتدرس الظروف المناسبة كيف فيها هي بتحيط بالأمور كلها، وخاصة مثل ما ذكرت نسيمة أن هدول المجموعات أو الناس اللي نحن عم نشتغل معهم حاليا ما عندها مجموعات مستخدمين ببلدانا، فهي صفر تقريبا بأي شيء بخص حركة ويكيميديا، غير هذه صلة الوصل اللي عم تصير عن طريق مسابقة الصور والورشات التحريرية. نسيمة، فبعد بناء القدرات وبعد تدريب المدربين وبعد أن أصبحت لدينا مجموعة صغيرة قادرة على إدارة ورشة تحريرية بنفسها، قمنا بعد ذلك بتنظيم ورشة التحرير في ليبيا يوم 21 سبتمبر الماضي، وهو اليوم العالمي للسلام. وفي ورشة التحرير كان لدينا يعني ضرورة وواجب، وهو احتواء المحررين الجدد، وسأترك عادل بصفته إدارياً في ويكيبيديا العربية وكذلك جزءاً من المشروع يتكلم عن هذه النقطة من منظور الإداري ومن منظور جزء يعني عضو في فريق المشروع. شكراً نسيمة. يعني
باختصار كانت تجربة بالنسبة لي أنا أولاً تجربة مثمرة جداً. قمنا فيما سبق بورشات، لكن هذه الورشة كانت أكثر من تجربة رائعة، حيث أمكننا يعني بالتواصل المباشر مع المحررين الجدد. هذا ما أعطاهم دفعاً قوياً وثقة في النفس، لأن قمنا مباشرة بالقيام بتعديلات مباشرة على بطريقة غير مباشرة على المقالات، وكانت هناك توجيهات مباشرة من أبسط الأمور من قواعد وسياسات. هذا كان صدى جيد جدا. ما في نفس الوقت يعني بعد مراجعة التعديلات فيما بعد بعد الورشة، راجعت التعديلات، وجدت أنه معظم النصائح التي قدمت أخذت بعين الاعتبار. هذا ما يجعلنا أن يجعل أن هذا النوع من العمل، نوع من التواصل، يؤدي حتما إلى أكثر ثقة، أكثر بناء جسور بين ما نسميه المحررين القدامى والمخضرمين، ونفس الشيء بالنسبة للإداريين وغيرهم، لأنه في الأصل لا يوجد فرق بين إداري ومحرر قديم وبين وافد جديد غير فقه السياسات والقواعد. هذا الجسور نتمنى تكون أكثر. أنا أقول بلي في هذه الورشة أنه كان تفاعل كبير، كان حماس، كانت أمور تعطينا دفعا إلى أن نكون أكثر إنتاجية، أكثر تمرسا. وأنا ندعو في هذا المقام جميع المحررين القدامى، جميع الإداريين، أنهم يحذوا هذا الحذو، أن يكون التواصل مباشر كجزء من مشروع مثل مشروع ويكي دنجر الذي يعتبره مشروع رائع. نفس الشيء يمكن أن يكون مع المشاريع الأخرى، ولو يعني قمنا بإحصائية قليلة أنه في وقت قصير جدا استطعنا أن نعدل عدة مقالات، تقريبا 4 أو 5 مقالات عن مواقع ليبيا. ليبيا تشكو نوعا ما من قلة المستخدمين، من قلة أو من عدم من جودة المقالات، لكن في وقت قصير فقط استطعنا أن نعدل 5 أو 6 مقالات، وجعلنا نوعا ما أعطيناها صبغة موسوعية، زودناها بمصادر ثانوية. وهذا التزويد وهذه الصبغة كان الفضل للوافدين الجدد، يعني نحن لم نكن إلا مشرفين، لم نكن من المعدلين أو غير ذلك، وهذا اللي خلينا نقولوا باللي يجب أن نستثمر هذه الأمور. شكرا نسيم. تماما عادل، أظن أن أجمل شيء في هذا المشروع هو أنه مكننا من التواصل بشكل مباشر مع المشاركين الجدد الذين عادة ما نتواصل معهم فقط خلف الشاشة، وهذا شيء مهم جدا، لأن توجيهات الإداري أحيانا في ويكيبيديا العربية كتابة قد تبدو صارمة، قد تبدو يعني قاسية، لكن عندما نقوم بنفس التوجيهات مع استعمال نبرة الصوت، مع استعمال التواصل المباشر، فإن هذا يخفف من حدتها، وتلك الحدة أحيانا تكون فقط وهمية، لأن القراءة والاستماع شيئان مختلفان تماما، وكذلك لأن في حالة التواصل المباشر يكون هنالك أصلا تم خلق جو يعني مرح، جو فريندلي، تعارف بين الإنسان والإنسان، وليس فقط بين المحرر والإداري، وهذا أظن أنه أمر مهم جدا 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 لاستقطاب مجتمعات جديدة في ويكيميديا. وكذلك أمر سهل، لأن الآن وخصوصا بعد يعني بعد أزمة كورونا، فإن الإقبال على وسائل التواصل الرقمية ووسائل تنظيم الاجتماعات الرقمية أصبح أكثر، وأصبحنا رغما عنا يعني نتعامل معها بشكل يومي، وبالتالي لم يعد لدينا أي عذر للتواصل، لعدم التواصل مع أشخاص من بلدان أخرى. اليوم استطعنا الوصول إلى ليبيا واليمن، فكيف
مثل ما استطعنا الوصول إلى هذه البلدان نستطيع الوصول إلى بلدان أخرى. وأظن أنه من الواجب علينا كويكيميديين أن نحاول الوصول إلى هذه البلدان وليس فقط أن نفكر في ذلك. فبالإضافة إلى ورشات التحرير ومسابقات التصوير فكرنا في إدماج المختصين وتقريبهم من ويكيميديا، لأن المحتوى الموجود على ويكيميديا وخصوصا في مجتمعاتنا العربية نلاحظ أنه غالبا ليس قريبا من المختصين. يعني شخصيا عندما كنت طالبة في الجامعة أو حتى في الثانوية العديد من الأساتذة كانوا يقولون لنا لا تحضروا أي محتوى من ويكيبيديا في أبحاثكم وكفى. لا يعرفون أولا أن ويكيبيديا ليست مصدرا للمعلومة وأنها مصدر ثانوي، أنها يمكن أن تساعد بشكل كبير في التعرف على الموضوع وفي الولوج إلى المصادر وما إلى ذلك. وكذلك المحتوى الموجود على المشاريع الأخرى سواء على كومنز على ويكي بيانات هو معروف بالنسبة للمجتمعات الويكيميديا للمحررين، معروف بالنسبة للناس الذين لديهم اهتمام بالتكنولوجيا، لكن بالنسبة لفئات عديدة مثل مثلا المختصين في مجال التراث فهم ليس لديهم بالضرورة تقرب من كل ما هو تكنولوجي بحث، وليس لديهم ولوج إمكانية أو معرفة الولوج إلى هذا المحتوى. لذلك قمنا أولا بتجميع شهادتهم وثانيا بخلق المحتوى بصورة جديدة تمكنهم من الولوج إليه واستعماله. فأولا بالنسبة لتجميع شهادات المختصين، الشيء الجميل الذي يمكننا منه ويكيميديا كومنز هو التعبير وإيصال رسائل لا يمكن للمقالات أو البيانات احتواؤها. ونظن أن التجارب الإنسانية مع التراث، المشاعر الإنسانية تجاهه والآراء الشخصية للعاملين الذين اشتغلوا في الميدان وكانت لديهم صلة مباشرة بهذه المواقع هي لا تقل أهمية عن يعني المعلومات التاريخية، عن المعلومات الهندسية وما إلى ذلك، بل هي أكثر قابلية للمس مشاعر الناس وجعلهم يرون التراث بصورة مغايرة وتقريبهم أكثر من التراث. لذلك كان من المهم جدا إدراج هذا الجانب الإنساني في مشروعنا، وهذه كانت مهمة يعني بشكل صرف للشركاء المحليين. وهنا لدينا فقط يعني سكرين كابتشر من شهادة مسؤول عن محمية جبل نيمبا في غينيا كوناكري، والتي قامت مجموعة مستخدمين غينيا كوناكري بتصويرها عند زيارتهم للمحمية لتوثيقها في إطار نفس المشروع. ونقوم حاليا بالعمل على جمع الشهادات الأخرى سواء في ليبيا اليمن أو في الدول المشاركة الأخرى هذه السنة، وستكون حاضرة في نهاية 2021. فبعد أن قمنا بصناعة المحتوى، المقالات، الصور، شهادات المختصين، كيف سيمكننا جعل هذا المحتوى مفيدا ومستعملا فعلا من طرف الفئات التي نستهدفها يعني بشكل فعلي، وهي الأكاديميين والباحثين وما إلى ذلك في مجال التراث. ففكرنا في بناء موقع تفاعلي مبني أساسا على ويكي بيانات، ويعني الهدف من هذا الموقع هو جعل العاملين في مجال التراث والعمارة والباحثين يستطيعون الاستفادة من كل الإمكانيات التي توفرها ويكي بيانات، من كل المقالات على ويكيبيديا، من كل صور على ويكيميديا كومنز، بدون أن يكونوا أن يكون أمامهم عائق تعلم سباركل، وهو لغة الكودين التي يجب تعلمها إذا أردنا القيام بأبحاث على ويكي داتا. وبصفتي أساسا معمارية أفهم جيدا أن الأغلبية الساحقة من يعني من الفئة التي أنتمي إليها لا علم لنا أساسا بوجود شيء اسمه سباركل، لا نعرف أي شيء عن ما هو يعني عن البرمجة وعن المعلومات، لأن مسارنا الأكاديمي والباك جراوند الذي نأتي منه بعيد كل البعد عن كل ما هو مرتبط بالتكنولوجيات الحديثة. لذلك فإن إمكانية ولوج
الباحثين والأكاديميين في المجال إلى كل المحتوى الغني الذي توفره كديانات والمشاريع الأخرى إمكانية ضئيلة جدا. وهذا بصراحة شيء محزن، لأنه هناك العديد من الأبحاث التي يمكن القيام بها على ويكي بيانات، والتي لا يمكن للعقل الإنساني البسيط لأي منا أن يقوم بها بنفسه. لذلك فمن الضروري جداً أن نمكن كل هذه الفئات من الولوج إلى ويكي داتا واستعماله بدون أن تكون هناك عوائق. لذلك فكرنا في بناء هذا الموقع الذي سيكون هو موقع لويكي التراث العالمي ولمحتوى جميع المشاريع التي تعمل عليها المجموعة، والذي سنقوم من خلاله ببناء خرائط تفاعلية مثل الخريطة الموجودة أمامكم، والتي تمكن الإنسان من الدخول مثلاً إلى صفحة ويكي بيانات للموقع، إلى صفحته مقالته على ويكيبيديا. يمكن كذلك إضافة إمكانية الدخول إلى الكاتيجوري على ويكيميديا كومنز وما إلى ذلك. وسنقوم كذلك بإنشاء محرك للبحث يكون محرك بسيط جداً، بحيث يمكن لأي شخص يستعمل الموقع الدخول أو اختيار المدينة أو الموقع الذي يريد إيجاد معلومات حوله، وباختياره الموقع من محرك البحث سيجد يعني شريط فيه إمكانية الدخول إلى الخط الزمني، إلى الخريطة التفاعلية التي تحتوي على مكونات الموقع، إلى خريطة أكبر فيها مجموعة المواقع المعرضة للخطر، يعني تاريخ تعرضها للخطر وما إلى ذلك. وهذا سيمكن فئات كبيرة من أولاً الاستفادة من هذه المعلومات، والثانية من فهم قوة وروعة ما يمكن لويكي بيانات ولجميع المشاريع الويكيميديا مجتمعة أن تقدمه لها. وهذا فقط لن يسهل فقط الولوج إلى المعلومة، بل سيقوم بخلق وعي وخلق ترابط أكثر بين الفئات الأكاديمية، يعني الشريحة الأكاديمية والمختصة والعاملة، وبين ويكيميديا. وهذا ما نحتاجه فعلا خصوصا في مجتمعاتنا العربية، لأنه لا زال هناك يعني عدم وعي بكيفية عمل المشاريع الويكيميديا وكذلك بقوتها. بعد أن طرحنا لكم تفاصيل المشروع وكيفية العمل على تنفيذه، أردنا أن نتقاسم معكم خلاصة هذه التجربة. هذه كانت تجربتنا الأولى كويكيميديين في العمل في دول ليست بها مشاريع ويكيميديا، في العمل في دول ليست دولنا. كان تحدي يمكن أن نقول أننا اجتزناه بنجاح بالنسبة لليبيا، نقوم بإنجاحه بكل الوسائل في اليمن، وسنقوم إن شاء الله بإنجاحه في دول أخرى في السنة المقبلة. فبالنسبة لي كمنسقة للمشروع، ما استفدته أساساً من تجربة ويندينجر هو أهمية العلاقات الإنسانية إذا أردنا إنجاح وزيادة المحتوى على ويكيبيديا أو على المشاريع الشقيقة، لأنه في النهاية كل المحررين وكل المحتوى هو خلفه يعني أناس، أشخاص من لحم ودم ومشاعر وأحاسيس يعني واهتمامات وميولات. وإذا أردنا أن نجعلهم يعني محررين فاعلين ومستدامين في ويكيميديا، فمن الضروري جدا خلق فرص لبناء علاقات إنسانية تتجاوز المشاريع وتتجاوز إضافة المحتوى. وهذا فعلاً ما نقوم ببنائه عبر المؤتمرات. ويكي عربية مثلاً مكن العديد من الويكيميديين من يعني خلق صداقات وعلاقات مكنتهم من خلق شراكات وتعاونات أخرى كان لها أثر شخصي عليهم، وكذلك أثر على زيادة المحتوى. ولكن المشكل في يعني في المؤتمرات هو أنها بالنهاية تجمع الويكيميديين المتمرسين في أغلب الأحيان، الذين لديهم علم بهذه المؤتمرات، الذين يعرفون ما هي ويكيميديا. لكن خارج هذه القوقعة الويكيميديا هنالك العديد من الجمعيات المحلية، هنالك العديد من الشباب الذي لديه قدرات هائلة وكبيرة جدا، ومن واجبنا الوصول إليهم.
وسأترك نانور وعادل ليضيف إذا لديهم إضافات حول يعني تجربتهم الشخصية في المشروع. وفي النهاية سنقوم بعرض شهادتين لويكيميديين جديدين من ليبيا، هما مرام وأشرف، والذين كان من ضمن المتدربين في تدريب المدربين، وقام بقيادة الورشة التحريرية في ليبيا بشكل مذهل جدا. فأترككم مع نانور وعادل، ثم نمر لفيديو لأشرف ومرام. شكرا نسيمة، عفوا عادل بدأت قبلك. فأولا التجربة كانت رائعة جدا، تجربة أولا سعيدة جدا من البداية لانضمامي من عدة أشهر لمجموعة مستخدمين التراث العالمي الويكيميديين، وانضمامي لفريق عمل لهذا المشروع اللي أنا الجزء اللي بشارك فيه هو التحريري وشيء بسيط صراحة بالمسابقات التصوير. اللي استفدت من هالتجربة أولاً أنه هو مشروع بيحكي عن مواقع الخطر، فيعني بالبداية لما تنضم لمجموعة هي بتهتم بالتراث العالمي فكر بس فقط بدنا نلاقي الأشياء الجميلة، المواقع التراثية كأنها هي أمور سياحية فقط، لكن لما تنضم لمشروع في لمواقع التراث في خطر بتحس بمدى صعوبة الظروف اللي بيعيشوها مباشرة بالمنطقة اللي ساكنين بهالبلدان. طبعا الظروف هي ليست أحسن لأن أنا من سوريا ببلدي مثلا، لكن اللي بنشوفها بليبيا ويمن وحاليا بأفغانستان، فنستشعر نحن بالصعوبة اللي عم يعيشوها اللي حابين يشاركوا بمساهماتهم بحركة ويكيميديا. ف إذا هن بظروفهم حابين يشاركوا بهالحركة، فنحن اللي ظروفنا أفضل من هيك، شو لازم، كيف لازم نساهم؟ لازم تكون نحن مساهماتنا أكبر بكتير. ثاني الشغلة وسريعاً هي لما أنا فتت بورشة التحرير اللي التدريب المدربين لليبيا، فصرنا نشوف المقالات المتعلقة بليبيا بويكيبيديا العربية، فبتحس إنه قديش إنه عدم وجود المستخدمين من البلد نفسها بتخلي المقالة هي مقالة ليست يتيمة بمفهوم ويكيبيديا، لكن بتحسها من دون صاحب، يعني ما في حدا يعني يعتني بهاي المقالات لأنه ما عندنا مستخدمين من هذا البلد. يعني أنا اهتمامي بهالمقالات إشغال بدها تصير حسب فضاوتي، أولوية المقالات المحتوى للبلد هي للبلد نفسها. ثانياً الشراكات، وهي نقطة كتير كتير أنا مهمة وتعلمت منها كتير، كان لي تجربة سابقة بفيبينار لكن تعمقت هالتجربة مع مشروع ليبيا بمشروع المواقع التراث العالمي في قطر، أنه نحن مفهوم حركة ويكيميديا ننطلق من مفهوم العالمي وناخدها للمواقع وللمفهوم المحلي، وهذا ممكن فقط يأملنا هن المنظمات المدنية المهتمة بنفس المواضيع، وبحالتنا هون هي المهتمة بالتراث، فهن ممكن يكونوا فقط الجسر الآمن لا يوصلوا حركة ويكيميديا وأهدافها وللمستخدمين وأبناء البلد. فنقطة الشراكات، ضعف المحتوى لعدم وجود مستخدمين من البلد، صعوبة الظروف اللي نحن من حركة ويكيميديا لازم نأمن ظروف أفضل لأن فينا بطريقة ما نأمن لهم هذه الظروف نشتغل عليها، وهي هي النقاط اللي أنا وصلت لها بتجربتي بليبيا وحاليا مع اليمن. شكرا. شكرا نانور. إذا كان أتحدث عن تجربتي الخاصة، أول حاجة مكنني هذا المشاركة في المشروع، أول حاجة مكنني تعلم أشياء جديدة في الكومنز، معنى ذلك إنشاء التصانيف، إنشاء المشروع إلى غير ذلك، وهذا أمر محبذ. وخاصة
خرجنا نوعا ما من قوقعة ويكيبيديا العربية فقط، لأنه المشاريع الشقيقة والمشاريع الأخرى هي هامة أيضا لمشروع ويكيبيديا العربية. وهذا الأمر يعني أنا أؤمن به كثيرا، بأنه لجعل المقالات أفضل، لجعل المحتوى جيد، ليس فقط هو الكتابة النصوص والبحث عن المصادر وغير ذلك، فهذا أمر أيضا مهم، لكن الصورة قد تعبر ألف مرة عن نص ما. مشروع هذا المشروع جعلني أستعمل وسائل الكومنز، أنا أتدرب عليها كيف، حتى أنه كانت هناك لتمكيننا في ذلك قمنا نحن أيضا بحضور ورشات تدريب كيف ننشئ مشروع، كيف ندخل الأمور، وهذا أمر يعني نحن أيضا كنا نتعلم، يعني نتعلم ونعلم، وهذا كله في صالح المشروع. أيضا بالنسبة للتواصل نأكد عليه أنه جيد مفيد، أنه التواصل المباشر لأنه يعطي لمسة إنسانية بشرية، لأن اللمسة البشرية هي أكثر وأعمق، لأنه ليس بمجرد الكلمات أو النصوص أو غير ذلك يمكننا أن نجلب أكثر عدد من المتطوعين. كما نعلم أيضا أنه ليس الكل محرر، لكن يمكن أن يكون البعض مصور، البعض ناقد إلى غير ذلك، فإذا تكاملت الأمور يمكننا أن نجد محتوى عربي خاص وجيد. شكرا لك. إليك الخط نسيمة، لا أدري ما. شكرا جزيلا عادل ونانور. أحاول الآن مشاركة فيديو لشهادات متدربين ومدربين من ليبيا. لا يوجد الصوت، هل تفعلينه؟ منال لو سمحتي، هل كيفية تفعيل الصوت للفيديوهات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مشكل مع الصوت؟ نعم، في مشاركة الفيديو لا يسمع الصوت. أنت من تشاركين الفيديو؟ نعم. نعم. دقيقة من فضلك. نعتذر أستاذة نسيمة، نحاول حل المشكلة، نعتذر منك. شكرا جزيلا منال. عفوا. نشكر جميع المشاركين اللي راهم باقيين معنا، شكرا لكم. بالحقيقة بعتقد مرام موجودة معنا، إذا حابت تحكي لايف لبين ما نعالج المشكلة. نعم. مرام إذا باستطاعتك تحكي. أستاذة مرام،
أعتقد أنها ليست هنا. أستاذة مرام من فضلك هل تريدين التدخل؟ السلام عليكم. أهلين. صوت مسموع. أهلاً بك. أهلاً وسهلاً. سعيدة جداً بشوفكم. مش عارفة لو في إيكو. هناك خلل في الصوت. يس. هناك خلل في الصوت. تفضلي مرام. مش عارفة لو الإيكو وقف توا ممكن أحسن. أوكي. السلام عليكم. اسمي مرام، أحد المدربين في مشروع وندينجر في ليبيا، وسعيدة جدا بالفرصة الجميلة اللي سنحت لي من خلال سيد ومن خلال مجتمع ويكيبيديا، والشكر موصول طبعا للأستاذة نسيمة وأستاذة النور على تدريبهم الرائع. كانت تجربة مميزة في خلال التدريب وفي خلال الإديتاثون نفسه، وأنا سعيدة أني موجودة معكم اليوم. حبيت أن نشكركم حتى مرة أخرى، لأن التجربة مش حننساها، لأن حتى إضافة أي حاجة على الموسوعة كان شعور جميل بالنسبة لي أنا شخصيا. فإن الواحد يدير extend knowledge هذه لغيره حتى هو يعني شرف كبير، ويحس أنها مسؤولية، بحيث أنه يمثل بلاده وفي نفس الوقت يمثل المجتمع ككل، يعني لأن أكيد في نقص في الأديترز الليبيين والأديترز يعني في الريجن متاعنا إحنا. شكرا جزيلا وسعيدة جدا على المداخلة هذه، ونتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله يعني عقبال أكثر استمرارية في ليبيا إن شاء الله. شكرا جزيلا مرام، واحنا كنا اسعد بالمشاركه معكم، ويعني بالحماس والالتزام الذي ابداه الفريق الليبي. واريد فقط ان اشير الى ان مرام مثلا هي تدرس الطب، يعني هي بعيده جدا جدا عن كل ما هو متعلق بالتراث المبني او بالاركيولوجيا والعماره، ولكنها في هذا المشروع استطاعت أولاً يعني أن تبحث أكثر عن التراث الليبي، أن توثق التراث الليبي، وكذلك أن تساعد آخرين في تعلم كيفية توثيق تراثهم. ويعني ما تعلمته في كيفية التحرير على ويكيبيديا وما هي يعني ركائز ويكيبيديا سينفعها وسينفع الآخرين كذلك في توثيق المواضيع التي تستهويهم أكثر، وليس فقط في التراث. لذلك بناء القدرات هو أهم ويعني أهم نقطة كانت في المشروع. شكرا جزيلا مرام على حضورك اليوم وعلى كل ما أبديته من حماس ومن التزام في الورشة. لو استطعنا حل مشكل الصوت سنقوم بتقديم شهادة أشرف بن الحاج من ليبيا كذلك. عفوا أستاذة نسيمة، فتقنيا مستحيل أن نستطيع سمع صوت الفيديو. عفوا. هل هناك رابط؟ هل هناك رابط لا يمكن بعثه للمشاركين؟ سأقوم ب سأقوم ب أعتذر جداً على هذا العطب التقني. سأقوم بفتح الفيديو من حاسوب آخر
وذلك لسماع الصوت من الحاسوب الآخر ورؤية الفيديو من هذا الحاسوب. أدير ديال أشرف. بعد إذنك أستاذة نسيمة أعتذر منك، بقينا لم يتبقى لنا سوى 5 دقائق قبل المحادثة المواصلة. شكرا. السلام عليكم، صباح الخير، أهلين، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. أشرف بن الحاج أحد المتدربين والمدربين على كيفية كتاب مقالة على منصة وموسوعة ويكيبيديا. الحقيقة كانت تجربة إيجابية جدا وقيمة مضافة على المستوى الشخصي، وأيضا سعدت أنني ساهمت لو بقليل في تعزيز ونشر المحتوى العربي بصفة عامة، وأيضا الثقافي والتاريخي لليبيا بصفة خاصة. ولا يسعني هنا إلا أن نشكر مؤسسة سين للثقافة والموروث، وأيضا المدربين الذين ساعدونا كثيرا جدا، والخبراء اللي شاركونا بخبرتهم في كتابة المقالات وإضافة معلومات قيمة في هذه المنصة. شكر مرة ثانية لكل من ساهم في ذلك، وأيضا الزملاء الذين ساهموا أيضا في التدريب. بارك الله فيكم وحييكم بجانب جوس ماركوسيوس، وهو يعني جوس غني على التعريف. جوس ماركوسيوس يسمى على الامبراطور السادس عشر الروماني، وايضا يعتبر السادس من الاباطرة الانطويين الرومان. نعتذر على هذا التأخير، وبالنهاية استطعنا سماع مرام وأشرف، وشكرا جزيلا لكل من حضروا، شكرا منال وجميع فريق ويكيميديا الجزائر على التنظيم الرائع وعلى إعطائنا هذه الفرصة للقاء. أظن أن الوقت انتهى، وإذا كانت لدينا بعض دقائق. خلاص، ممتاز. للأسف يمكن إضافة دقيقتين للدقيقتين إذا كان لدى أحد من الحضور سؤال أو إضافة، فنحن هنا للاستماع وللنقاش. تفضل جاك. مرحبا، شكرا كثير. أنا كثير يعني متحمس مرحبا. إذا سمعيني شوي يمكن بطيق الإنترنت، بس أنا كثير مبسوط ومتحمس على اللي سمعته. جهد كبير كبير كثير، وبهنيكم. حابب بس أسأل كيف بقدر أتواصل معكم، لأنه في عندي شوية أفكار للشركات. في عندنا مؤسسة ربحية في ألمانيا، وعندهم شركات إليب، هم حابين أتعرف على آسف سمعتني؟ نعم. بس حابب أعرف بالضبط كيف بقدر أتواصل معكم، لأنه في أفكار لشركات في ليبيا، في مؤسسة غير ربحية في ألمانيا، عندهم شركاء في ليبيا مع مراكز الدراسة والبحوث بجامعة بنغازي، مركز القانون ودراسات المجتمع، ومنظمة نوات الثقافية. حابين يتعرفوا كيف بقدر
يدربوا ويساعدوا طلاب ويساعدوا ناس حابين ينضموا إلى ويكيبيديا. فكيف بقدر أتواصل معكم عشان نأخذ هاي الفكرة نشوف إذا بتزبط؟ ممتاز، شكرا جزيلا جاك على اقتراح هذه الشراكة. فهذا في تشات يعني البريد الإلكتروني لبورد المجموعة، وكذلك هذه صفحة ميتا المجموعة، ويمكنك التواصل شخصيا مع أحد يعني مع أعضاء البورد. ممتاز، شكرا كثير. شكرا جزيلا. شكرا لكم جميعا، شكرا أستاذة نسيمة، شكرا أستاذ عادل نحاوة، شكرا أستاذة نانور، كان حقا نقاش نافع نافع جدا وبناء، شكرا لكم مرة أخرى، شكرا للجميع المشاركين اللي بقاوا حاضرين معنا.